أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة الأردنية ميرنا حتقة. تابع حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. على بعد حلم، كم باح قلب المعنى بالعسى وهفى، وراح يستعطف الجدران والغرف، يطل من شرفة للوصل ضامئة، وخافق مدنف بالشوق كم هتفى، يسائل الدار عن أخبار من رحلوا، يعانق الوردة واللبلاب والخزف، يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، والذكريات ضباب يلثم السعف. يا غربة الروح، هل للحب من سفر؟ شابت عهود الصبا وصاغطت أسفا، ما زال في الليل من أنسامهم عبق، أشتاق بعض الذي قد مر وانصرف، على الدروب لنا في كل ناحية ذكرى، وكم أدمنت أحداقنا الشغفا. مرابع شهدت أيام صبوتنا، ولم تزل لحمام الشوق مرتشفا، كم داعب الليل ما نخفيه من وله، والبحر كم وشوشت أمواجه الصدفا، يغفو الفؤاد على ترنيمة سقطت قبل النعاس، ولحن في الضلوع غفا، ويسأل الله صبرا كلما عصفت نوائب الدهر بالجرح الذي نزفا. كل الذين أضاء النور في دمهم لم يبلغوا الحلم لكن عانقوا الهدف، الأرض لو نطقت أجداثها صرخت، هي الحياة وهذا دأبها وكفى. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، أدعوكم لنكون مع خيري جليس الكتاب وفقرة هذا كتابي. معكم الأديب الأردني رائد العمري، مؤسس ورئيس اتحاد القيصر للآداب والفنون، قاص وناقد أردني. أحب اليوم أن أطلعكم على في فقرة كتابي على كتابي ومولودي الجديد بين نسف وعزف، وصادر عن عام 2022 من مكتب القيصر للآداب والفنون. وهذا الكتاب حقيقة جسد العديد من القضايا والعديد من القصص، الهم الثقافي وخاصة ضمن احتفالات إربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022، وأيضا لم يخلو من القصص الوجدانية التي عايشناها أو تخيلناها أيضا، وإضافة إلى القسم الثاني القصة الومضة المختصرة والمختزلة في أقل من 8 كلمات. وأحب أن أقرأ لكم نصا من هذا الكتاب تحت عنوان بائع الحلوى. الرحى في هذه المرة لم تكن لأجل دق وسحن الحبوب، بل كانت مختلفة تماما، فهي مصنوعة من الكلمات الدافئة المغلفة بالحنان، حاولت بقدر قوتها أن تعيد هيكلة حظه من جديد، ابتسمت له كل عدسات المصورين، خطته قصصا أقلام وحناجر الإعلاميين، فرح بالدعوة للقاء رفيع المستوى وهو في طريقه إليه، حلم بعروس وبيت وتأمين صحي من بعد توقعه بوظيفة كريمة دائمة، قرر توزيع كل أكياس الحلوى فرحا بالنبأ، ولكن سرعان ما تبخرت كل أحلامه بالتوظيف ليعود إلى الشارع الذي جاء منه محملا بخيوط أكياسه الخاوية وشهادة شكر لأمانته
وصورة مع الوزيرة تثبت خيبته في كل مرة. هذا من ضمن الكتاب ولقصة بائع الحلوى الذي وجد مبلغا ماليا ودعي إلى التكريم. ومن الومضات القصصية أقرأ نصا تحت عنوان جاهلة تحسس حاجتها فقأت عينه. متلونين تساقطت أقنعتهم، ارتعبت منهم أزواجهم. فاتنة جاءها بالحب تركته ملطخا برائحتها. فنان رسم فتاة أحلامه عانقته الألوان. جحود أدخلها عالم الإبداع لفظته خارج عالمها. ثقافة تسولوا حقوقهم جوزوا بالحرمان. قلوب ارتشف حزنها وهبته الألم. هذا من بعض ما جاء في هذا الكتاب والموسوم بين نسف وعس. وحوت لوحة الغلاف الأمامي لوحة معبرة للفنان الأردني إدريس جراح، كما أيضا احتاط بلوحة الغلاف الخلفي للفنانة العراقية أريج حسيب بلوطة. ولهما مني كل المحبة والشكر، وشكرا لكل المتابعين لهذه الفقرة. الخط العربي، هذا الفن الجميل، كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء. إن شاء الله نتكلم عن اللوحة التشكيلية ودور الخط العربي في تكوين اللوحة التشكيلية. الخط العربي دوره أساسي في محور اللوحة، يعني اللوحة التشكيلية تعتمد على اللون وتعتمد على التوزيع وتعتمد على الزخرف وتعتمد على فكرة رئيسية موضوع اللوحة. الخط العربي عندما دخل اللوحة التشكيلية أعطاها انطباع جميل، يعني اللوحة تستطيع أنت من خلال النظر إليها تنظر، يعني ترى المكون الرئيسي من حروف متداخلة، حروف لها معنى، لها مدلول. اللون له مدلول، الحرف له مدلول، نوع الخط له مدلول. هذه الدلائل أو المدلولات يعني تعطي قوة للوحة التشكيلية. عن صناعة اللوحة التشكيلية، اللوحة التشكيلية تكتب على خامات متعددة. من ضمن هذه الخامات ممكن اللي هو الكانفاس المعروف للأخوة جميعا، يعالج بمادة النشاء ثم يشد على برواز مثل ما هذا تقريبا، ويصبح جاهز للكتابة. إما يستخدم الغراء الحبيبات أو يستخدم الطريقة الكيماوية في تجهيزه. يتم اختيار الموضوع يعني الذي يريد أن يعمل به الفنان التشكيلي حسب طلب أو من وحيه هو، من تأثير معين، من خلال منظر معين، فكرة قد يستحضرها في عقله، يدخل بها الخط العربي في التنفيذ من خلال كتابة كلمات مثلا. يعني يستطيع الفنان كتابة كلمات أو أحرف متداخلة متشكلة بأشكال معينة، يستخدم خطوط كثيرة. ممكن تصبح هذه الكلمات أو هذه الأحرف نواة رئيسية للوحة. فعندما يتم دمج اللون مع الخط في اللوحة يصبح لدينا لب للوحة، من خلاله تخرج التفرعات اللونية والتشكيلية. ويوجد بعض اللوحات التشكيلية يكتب بها نص صريح، مثلا كمشكات فيها مصباح، الله ولي التوفيق، جملة معينة تكتب بخطوط إما السنبلي أو الديواني وهو المحبب لهذه اللوحات، أو التشكيلات بخطوط النسخ وخطوط الثلث في أرضية اللوحة. يعني مثل لوحة مثلا لو كانت مستطيلة، طبعا هذا خط عربي، هذا قلم للخط العربي، الكتابة تكون إما بفرشاة أو كذا. مثلا نأخذ الجزء السفلي هذا نكتب فيه حروف متداخلة تأخذ طابع جمالي معين أو تكويني
في نفس الوقت نستطيع أن نكون مثلث، نكون مستطيل، نكون شكل معين، نخرج منه مثلا بدائرة لونية يكون محور الكلام في هذا الوسط، الكلمة التي تريد أن تنفذها أو الجملة التي تريد كتابتها، وثم يتفرع منها الألوان والتشكيل، والكتابة بتكون بأكثر من لون متجانسات. مثلا تستطيع أن تستخدم درجات السكني ودرجات الأسود الأزرق والبيج، يعني حسب حاجتك لكذا. واللوحة التشكيلية اعتمادها الرئيسي يكون على اللون وعلى الخط العربي إذا كانت مطلوبة لتشكيل خط عربي معين. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة الأردنية ميرنا حتقة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ميرنا، ضيفة على فضاءات وقناة الرافدين. أهلا وسهلا بحضرتك، شكري الجزيل لقناة الرافدين على هذه الاستضافة الرائعة، ولك أستاذ والإعلامي والشاعر محمد نصيف. حياك الله وأهلا وسهلا بك. بداية، أنت أمين سر منتدى البيت العربي الثقافي ومديرة البرامج والأنشطة في هذا المنتدى وهذا البيت، ويعني حقيقة من خلال متابعتي المشهد الثقافي الأردني، هذا البيت يعني من منتديات النشطة جدا، لا يكاد يمر أسبوع إلا ويتضمن نشاطا أو أكثر من نشاط لهذا المنتدى. بدي أن يعني أسأل أو أقف على الرسالة، ما هي الرسالة التي تريدون أن توصلوها من خلال هذه النشاطات الكثيرة؟ نحن كمنتدى ثقافي تأسس عام 2005 وسجل رسميا في وزارة الثقافة عام 2013، هيئة ثقافية أردنية مقرها العاصمة عمان ونشاطها بيتسع في كل محافظات المملكة. رسالتنا هي باختصار الارتقاء بالمشهد الثقافي وتنشيط الساحة الثقافية من خلال حراك ثقافي مميز وفعال عن طريق الشراكات مع المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والحكومية ومع المجتمع المدني لإيصال رسالة هدفها توعية الناس فكريا وثقافيا بما يستجد على الساحة. وبرضه في عندنا رسالة كتير مهمة في هذا المنتدى، الاهتمام بالشباب وبالمواهب الصاعدة والواعدة لاحتضانها من خلال بيئة محفزة ومن خلال بيئة توعوية اللي يعني تسلط الضوء وتوصل رسالة لهاي الفئة من الشباب بأهمية دورهم للأجيال القادمة، لأنه ناس بتسلم ناس. هذا باختصار رسالتنا ودورنا في هذا المنتدى. كيف تكون عملية الشراكة مع المؤسسات الأخرى؟ يعني بنشر منشوراتهم مثلا أو أنه استضافة شخصيات منهم، أم يكون عمل مشترك يعني هلأ إحنا إدارة من قبل هذه المؤسسات مع المنتدى منتدى البيت؟ هلأ إحنا في المنتدى طبعا بحكم الموارد البسيطة يعني، نعم، فبيكون العمل مع المؤسسات الأخرى عن طريق فعاليات ثقافية وأدبية وتسليط الضوء على المبدعين، نعم، من خلال إقامة فعاليات إما في مقرنا في عمان أو في مقرات المؤسسات الأخرى في المحافظات. فيعني تقريبا إحنا بحدود في هاي السنوات أكثر من 100 شراكة مع 100 مؤسسة رسمية ومدنية وجمعيات خيرية وجمعيات ثقافية، يعني لتسليط الضوء على مبدعيهم ومبدعينا. جميل. حضرتك أدرتي حفل توقيع كتاب ليس سهلا أن تكون فلسطينيا للروائي رشاد أبو شاور في منتدى البيت، أيضا منتدى البيت العربي الثقافي. حقيقة هذا العنوان أثار اهتمامي. ودي أن نقف على متن الكتاب. هل متن الكتاب كان يعني واضح أن العنوان يحمل معنى عميقا لذلك أثار اهتمامي؟ هل المتن كان يرتقي إلى مستوى هذا العنوان الكبير؟ بداية هذا الحفل إذا بتسمح لي أستاذي جاء في إحنا أقمنا، هاي كانت من الشراكات اللي أقمناها مع دور النشر مع دار الفينيق للنشر والتوزيع. أقمنا ملتقى الفينيق الثقافي ثلاث
حفلات توقيع، كان الحفل الأول لكتاب ليس سهلا أن تكون فلسطينيا. نعم. للكاتب والروائي والقاص العربي الفلسطيني رشاد أبو شاور. الكتاب صراحة عبارة عن مقالات كتبها على مدى 50 عاما، وإحدى هذه المقالات كانت بعنوان ليس سهلا أن تكون فلسطينيا في الصفحة رقم 84 من الكتاب. نعم. الكتاب افتتح هذا المقال بعبارة، طبعا أنا لما دعيت لأني أدير هذا الحفل أكيد بدي أحصل على الكتاب وبدي أقرأه، لأنه مش معقول أني أدير حفل ما أعرف عن شو عم بحكي. ففتحت مباشرة على هذه المقالة، كتب فيها ما أثار فضولي، كتب إذا كنت ليس سهلا أو إذا كنت في لأب وأم فلسطينيين فهذه يعني كارثة. نعم. وإذا كنت لأم من أم عربية وأب فلسطيني فهذه أشد. نعم. خطورة مثلا بهالمعنى. نعم. وإذا كنت صاحب معرفة وفكر فهذا يزيد من الخطورة. قرأت المقالة أكثر من 5 مرات بالإضافة إلى مقالات أخرى في هذا الكتاب، فأنا فهمت أن الرسالة اللي حب يوصل لنا إياها الأستاذ رشاد أبو شاور. نعم. أنت ليس شرطا أن تكون فلسطينيا، أنت تستطيع أن تكون أردني فلسطيني، عراقي فلسطيني، مصري فلسطيني، إذا استوعبت ما معنى فلسطين وما معنى المسؤولية الملقى على عاتقنا من كلمة فلسطين. فلسطين ليست بالهوية فقط. نعم. هي أرض، هي كرامة، هي إيمان، هي فكر ينزرع في قلبك ويعيش معك في حتى تستوعب ما معنى فلسطين وتحبها وتعشقها حتى لو لم تكن فلسطينيا. ولكن المسؤولية الملقاة على الفلسطيني كونه فلسطيني أكبر. وكمان إذن واضح المعنى، إذا أردت أن تكون فلسطيني، إذا كنت فلسطين أن تسكن أرض فلسطين عليك أعباء، هناك احتلال، هناك مسؤوليات، وعليك أن تحمل بندقية، أن تقاوم. والعربي أو المسلم الآخر حتى يتبنى قضية فلسطين أيضا سيواجه تيارات، سيشارك بهذا العبء. نعم صحيح، عبء ثقيل. واجه تيارات، يعني تيارات كتاب عميق جدا، شرسة أمام هذه القضية. نعم. إذن المعنى واضح، جميل. حضرتك أيضا أدرتي محاضرة بعنوان المشهد الثقافي في الأردن. صحيح. مع الكاتب الأردني محمد المشايخ، ضمن نشاطات المنتدى البيت العربي. كيف كان يبدو المشهد؟ كانت هذه المحاضرة عبارة عن حوارية قدم فيها الأستاذ محمد المشايخ، تحياتي له، وهو الآن أمين سر رابطة الكتاب الأردنيين. تحدث عن المشهد بشكل عام، ثم صار في حوارية بين الأستاذ محمد والجمهور اللي كان حاضر. المشهد مزدحم جدا جدا جدا، وفيه الغث وفيه كما نعلم. لكن أنا يعني بحكي إنه في بعض الكتاب أو الشعراء. نعم. أو المثقفين المبدعين تنحوا جانبا وتركوا الساحة. أنا بوجه رسالة من قناة الرافدين، بقول نحن بحاجة لكم، بحاجة لأنه نرجع نرتقي في هذا المشهد أكثر. اخرجوا من عزلتكم، اخرجوا من بيوتكم. إحنا ما بنحتاج بس لكتب نقرأها، لأنه معظم الناس ما بتقرأ. نعم. هذا إحنا عارفينه، إحنا بحاجة لوجودكم معنا حتى نرجع نرتقي بالمشهد، وكلنا نشتغل مع بعض ونرجع نوصل الرسالة اللي أنتوا حرمتونا منها لما انعزلتوا وجلستوا في بيوتكم. طبعا في البعض ما زال موجود ويؤدي دوره، لكن السيء أكثر من الجيد. طيب صراحة. ما سبب هاي الانعزالية لهؤلاء الكبار؟ ما السبب الذي دفعهم إلى أن ممكن يكون يعتزلوا المشهد الثقافي؟ ممكن يكون إحباط. نعم. ممكن يكون أنه ما شعر أنه أخذ دوره وحظه. ممكن يكون يعني لم يستطيع أنه يؤدي الدور اللي هو بيطمح إله. ممكن أسباب يعني، لكن أنا يعني بحكي أنه ارجعوا. نعم. المشهد بحاجة لكم حتى يزاح هذا الغث من المشهد. يعني أنت قبل قليل قلت الغث وثقلت عليك أن تقول السمين، لأنه المساحة للأسف والمشهد بات يعني لا يحتوي إلا القليل جدا من جداً. للأسف نحن كإدارات ثقافية الغث. نعم. نحن كإدارات ثقافية بنعاني بصراحة. نعم. يعني لما نستضيف أي ضيف، ناس كتير بلومك بيحكوا لك مثلا هذا الضيف في أفضل، لكن أنا هذا الموجود. نعم. أنا مضطرة أحيانا، أنا مضطرة. لأنه الناس اللي إحنا بحاجة إنه نسمعهم. نعم. بعد
جميل. تلقيت حضرتك دورة تدريبية تحت عنوان إنصاف المرأة، وأنت عضو في اتحاد المرأة الأردنية. طيب يعني لماذا التركيز على المجتمعات العربية في هذا الأمر من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بهذا الموضوع؟ هل فعلا هو يراد إنصاف المرأة أم هناك أشياء مبطنة تحت هذا العنوان؟ صحيح. هلا بقدر أحكي إنه المرأة، أحكي على الأردن، نعم، المرأة هنا أخذت حقها في التعليم، تبوأت مراكز تعليمية عالية وربما تفوقت على الرجل، نعم، في القطاع الأكاديمي، دكتورة، بروفيسيرة، فشوف جامعاتنا، شوف أماكننا، في المرأة يعني لها دور فعال. برضو في القطاع الصحي نفس الشيء، في القطاع في السياسة، نعم، حاليا في اتجاه لتمكين المرأة، انخراطها بالأحزاب، حتى الكوتا النسائية إذا بنقدر نحكي عنها، إحنا نطمح كنساء، نعم، عربيات أردنيات إنه الكوتا النسائية نحصل فيها تلتغي وناخذ تنافس، نعم، نصير مساوين ونحصل، مش نحصل على مقاعد مش بالكوتا، بالتنافس، حتى إنه نساوي لأنه نستحق. وأثبتت المرأة جدارتها ومسؤوليتها وقدرتها على تحمل هاي الأعباء. بالنسبة للتشريعات الأردنية هي تقف مع صف المرأة، نعم، وإحنا كمان برضو بنوعي دائما بحقوق المرأة وواجباتها ودورها وأهمية وجودها في كل الأماكن. بالنسبة للمنظمات الأردنية أو المؤسسات الأردنية، يعني دورها التوعوي بصراحة يعني لا غبار عليه. نعم. المنظمات الدولية وإن كان بعضها يملك أجندات خاصة، نعم، لتحقيق أهداف معينة، نحن كنساء هنا مدركين هذا الدور وعندنا وعي كافي إنه نتعاطى مع هاي الأجندات ونفهمها ونوعي غيرنا على خطورة تبني هاي الأجندات. لأنه أنت كمرأة مثقفة لازم تاخدي دورك في المجتمع وتوعي من لا يدرك هاي الأمور اللي إحنا عارفينها يعني. نعم. يعني أنا ألاحظ أغلب هذه الدورات تقام وهذه النشاطات تقام في المجتمعات العربية والإسلامية. صحيح. المجتمعات الغربية نادر ما نسمع أنه هناك حديث عن إنصاف المرأة وحديث عن رفع وعي المرأة يعني في هذه في مجريات هذا الموضوع. أنه الآن في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية نسمع أن المرأة الآن موظفة، معلمة، مديرة مدرسة، الآن مدير عام، وزيرة أيضا في كثير من المؤسسات. المرأة لازم تدرك، نعم، أنه الأهم أنه الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع. ما المانع أن تكوني أم وسيدة أعمال؟ ما المانع أن تكوني أم وكاتبة؟ ما المانع أن تكوني أم وإعلامية؟ ما المانع أن تكوني أم وشاعرة؟ أن تؤدي دورك الأسري؟ نعم. المرأة لازم تقتنع، أنا هاي قناعاتي الشخصية، المرأة لازم تقتنع أنها هي بحاجة للأب والأخ والزوج والابن. هذا الحالة موجودة الآن في مجتمعاتنا. والرجل كذلك بحاجة للأم والأخت، نعم، والزوجة والابنة، التنين بيكملوا بعض. نعم. ومن لم يحالفها الحظ بتكوين أسرة يجب أن لا تكون عقبة في الأسر، يعني إنها توعي دور المرأة بأهمية الأسرة، لأنه الأسرة هي بينبثق منها كوني أم وكوني كل ما تطمحين. جميل. قادر على أن تقوم بالدورة طبعا. جميل. حضرتك أيضا تلقيتي دورات عديدة، لا سيما دورة في التصوير الفوتوغرافي، دورة في فن التأثير الإعلامي. يعني ودي أن نقف على هذه الدورات، دورات كثيرة حقيقة. يعني ما الذي استفدته من هذه الدورات؟ بالنسبة للتصوير، أنا يعني من وأنا صغيرة دائما الكاميرا كانت لا تفارقني، على اختلاف تطور الكاميرات المستطيلة ثم كاميرا 36 صورة، نعم، ثم الديجيتال بعد ذلك، وعندي أرشيف صور، نعم، من أيام الدراسة بالجامعة والمدرسة وعائلية وإلى آخره. لما انخرطت بالمجتمع الثقافي ويعني أدركت أهمية الصورة طبعاً، نعم، كنت ماخدة دورات استفدت منها فيما بعد، نعم، لما أخذت الدورات لم أكن أدرك أهمية الصورة، نعم، الصورة خالدة وتوثق الحدث بعد سنوات، توثق هذه اللحظة، لحظتنا هذه ستوثقها الصورة أكثر من الكلام. فالبعض يقول إني مصورة بارعة، يعني أجيد التقاط الزاوية، نعم، الصحيحة، يعني هيك بيقولوا، يعني بيحكوا هيك. فالتصوير، أنا لاحظت تشرفين على على تصوير الندوات للبيت الثقافي أحياناً ليس المهم، نعم، أن تلتقط 100 صورة، ممكن 3 أو 4 صور توثق الحدث بطريقة صحيحة. يعني لازم أنت تعرف شو اللي لازم يتصور، نعم،
يعني ثلاث صور أحيانا كافية بتوثيق الحدث وتوثيق الرسالة التي تريد أنت أن تؤديها من خلال هذه الصورة. فالصورة كثير مهمة. وأنا يعني إن شاء الله إذن هناك مرحلة من التصوير أعمق من موضوع أنه طبعا كيف يستطيع المصور يتعامل مع هذه الآلة طبعا. أنه ما الصورة التي يجب أن تلتقط أو الزاوية؟ أنت من خلال الصورة توصل رسالة لضيفك أن يحب هذا المكان، من خلال تعاملك مع ضيوفك بتصير تعرف بعد فترة كل ضيف إذا استضفته أكثر من مرة ماذا يحب وكيف يحب أن تلتقط له الصورة ومن أي زاوية، بعيدة قريبة، تخلق علاقة ودية وعلاقة محبة من خلال الصورة التي تأخذها لهذا الضيف بالمكان اللي أنت فيه. يعني هل هناك ضيوف يعني كان عندهم عتب أو زعل طبعاً. الصورة لم تأخذ لهم الصور كتير بتعمل مشاكل له؟ في خلال هاي الأمسيات مثلا أنا وصلت يعني مرحلة طبعا مش 100% لكن أستطيع مثلا صدفت الأستاذ محمد نصيف من خلال استضافة مرة أو مرتين بصير أدرك كيف الطريقة اللي هو بحب يتصور فيها. وإذا كان في مصور بفهمه شو الطريقة اللي أنت بدك تلتقط فيها هذه الصورة حتى يكون ضيفي مسرور وحتى يخلد هذه الاستضافة وهذه اللحظة في تاريخه وفي أرشيفه، وهذا منيح إلي يعني كمنتدى وكمؤسسة ثقافية. والآن جاوزتم هذا يعني إن شاء الله إنه خفت المشاكل بالنسبة للصور. جميل. بالنسبة للإعلام، الدورات الإعلامية آخر دورة أخذتها من سنة تقريبا التربية الإعلامية والمعلوماتية. معذرة سنكمل بعد الفاصل. معذرة. أوكي. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة الأردنية ميرنا حتقوة. أهلا بك مرة أخرى سيدة ميرنا. كنت في صدد الحديث عن الدورة الإعلامية قبل الفاصل. بالضبط، أخذت دورات إعلامية كتير. بداية بلشت في مبادئ الإعلام، دورة كانت متواضعة، بعد ذلك تحرير الخبر الصحفي والعناصر الستة و الأمور اللي لازم تكون والحيادية وعدم بث المشاعر الخاصة في الخبر الإعلامي. برضو كمان ساعدت بعض الأصدقاء في بعض المواقع الإلكترونية، كنت أحرر معهم أخبار. حتى أنه بعض الفعاليات أحيانا أنا بكتب الخبر وببعته لأصدقائنا حتى ينشروا بالمواقع اللي بتعاونوا معنا في طبعا الإعلام. إذا فهمت أهمية الإعلام وأهمية كنا نحكي عن الصورة وأهمية الخبر، هذا ما يوثق الحدث. احنا حاليا الناس معظمها بتكون قاعده في بيوتها، الاعلام والسوشيال ميديا هو ما ينشرك وهو ما يوصل رسالتك لكل الناس عن طريق الخبر، عن طريق الاعلام. لازم تدرك، واحنا عندنا في المنتدى فريق يعني متواضع هو، ولكن يعني بيشتغل بطريقه ان شاء الله انها تكون صحيحه وبطريقه مدركه اهميه الاعلام في توصيل رسالتنا. لا يعني احنا معروفين يعني حاليا عربيا و بالوطن، وفي كتير بتواصلوا معنا أصدقاء من دول عربية يعني عن طريق الإعلام وعن طريق السوشيال ميديا عرفوا عن هيئة ثقافية أردنية مميزة اسمها منتدى البيت العربي الثقافي. جميل. الآن أتحدث في تجربتك المباشرة. أنت أصدرت كتابك الأول عام 2020 وهو حبة سكر، وهو يضم يعني يوميات وخواطر نثرية. يعني لم تجرؤي أن تقولي قصص قصيرة، مع أنه بعض هذه النصوص يعني استلهم أو ارتقى إلى مستوى القص. لماذا لم تقولي قصص قصيرة ويعني اكتفيتي بأن يكون العنوان خواطر ونثريات؟ بحاول قدر المستطاع أني أقدم نفسي وأقدم إنتاجي بطريقة صحيحة. طبعا أنا قدمت العمل واستشرت ثقات. فالعمل في خواطر، في ومضات، في قصص قصيرة، في كلام صادر من القلب. فيعني أشاروا علي أنه يكون يوميات. هذا هو الجنس الأدب الصحيح اللي بيحمله هذا الكتاب، حتى أنه ما ندخل بحرج أنه مجموعة قصصية وهو في أمور أخرى يعني. فيوميات
يعني عنوان عام ممكن أنه يغطي كل النصوص وكل ما كتب في هذا الكتاب. نعم جميل. العنوان حبة السكر صحيح، وهو عنوان لأحد النصوص في هذه جرحتني حبة السكر. جرحتني حبة سكر، كيف هذا الحبة الرقيقة اللطيفة اللذيذة أنه تجرح الإنسان؟ حبة السكر حادة، نعم، ولها زوايا حادة ممكن أن تجرحك بمنتهى السهولة. نعم. رغم بياضها وحجمها ونقائها لكن حادة، حادة الحواف جدا. إذا لم تتعامل معها بطريقة صحيحة يعني ربما أكون أردت الحديث عن نفسي بهذا. يعني أنت حبة السكر أكيد. إذن هي رسالة للآخرين أن احذروا هذه حبة السكر. صحيح. والمرأة هذه الرقيقة اللطيفة ممكن أن تكون حادة، شد قسوة نعم من المرأة القاسية. نعم. جميل. انتقلتي إلى الآن، يعني هناك مجموعة قصصية صحيح في يعني قريبا إن شاء الله نشهد إن شاء الله يعني انبثاقها. وأنا اطلعت على بعض النصوص لهذه المجموعة القصصية التي قريبا إن شاء الله سترى النور، منها قصة أصبح هامة عالية في سماء الأعمال. حقيقة يعني الختام كان البداية، يعني ختمتي أو النص الذي ختمتي به القصة هو البداية للقصة، يعني تقولين فيه وبدأت الحكاية من جديد كأنها لم تنتهي وفتح الدفتر من جديد. هذه تقنية متقدمة أنا برأيي في القص، يعني هل طلع النقاد على تجربتك القصصية؟ حقيقة المجموعة القصصية لم يقرأ بعض قصصها غيرك أستاذ. نعم. محمد، القصة تأتي يعني فكرة تخطر. نعم. على بالك، يجب أن تستغل هذه الفكرة وتفرغها الأوراق بالطريقة اللي خطرت على بالك فيها، ثم تبدأ بالنحت حتى تخرج قصة. نعم. فيها رسالة قصيرة مكثفة. أنا بصراحة بآمن بالتكثيف لأن الناس ما بتحبش القصص الطويلة، والتكثيف يوصل رسالة حتى أنه أنت تعمل تساؤلات في نفس القارئ. نعم. ماذا يريد من هذا الكلمة، ماذا يريد من هذه الجملة، ماذا. فأنا حاليا بمرحلة النحت للمجموعة القصصية، فبعد أن أنهي هاي المنحوتة سأستعين طبعا أكيد ببعض من يقرأها ويندققها كما تجري العادة يعني، ونشوف شو، حتى نخرج بمجموعة بصراحة بحب أني أنا أكون فخورة فيها. نعم. يعني كتابي الأول نجح الحمد لله، بحب أنه برضو يكون الكتاب الثاني ناجح أكثر من الأول. ليس المهم أن تصدر، لكن المهم أنه تترك أثر في هذا الكتاب اللي جميل. عودة على الكتاب الأول حبة سكر، يعني أريد أن نطلع على كيف كان رأي النقاد بهذا الإصدار الأول. صراحة أكثر رأي عجبني أن الكتاب يشبهني. من يقرأ الكتاب سيعلم أن ميرنا هي من كتبت هذا الكتاب، هذا لمن يعرفني. نعم. النقاد انكتب عن هذا الكتاب كثير من المقالات وراقت لي كثيرا يعني، وبتجرد بدون مجاملة يعني. الكتاب بسيط يناسب أي سيدة تجلس في بيتها. أنا كتبت هذا الكتاب للسيدات العاديات، الأمهات، النساء، المجروحات، بحكي عن أوجاع المرأة، يصلح للأم، يصلح للحبيبة، يصلح للزوجة اللي عايشة في بيت مع زوجها وبينهم في طلاق صامت كمعظم مشاكل الأسر. هذا الكتاب يدغدغ مشاعر السيدات، فجمال هذا الكتاب كان في بساطته وفي قدرته على إيصال رسالة لكل سيدة إنه أنت الأجمل، أنت الأقوى. نعم. أصمدي، كوني موجودة دائما، كوني حاضرة دائما. ويعني كثير من السيدات حكوا لي إنه هذا يعني شعرنا إنه في بعض القصص بتحكي عنا. النقاد اللي قرأوا هذا الكتاب وكتب عنه في مجلة أفكار، وكتب عنه في مجلة الجمعية الشركسية نارت. نعم. وكتب عنه في مواقع كثيرة، يعني زي ما حكيت لك قالوا إنه جمال هذا الكتاب في بساطته وعدم تكلفه، وما في يعني المعاني كانت بسيطة وسهلة وتصل لقلوب الناس بطريقة
طبعا اللغة كانت منيحة، نعم، ويعني ما في أخطاء الحمد لله. والغلاف الجمال كان في غلافه بصراحة. أنا بوجه للأستاذ محمد خضير من هون تحية، لأنه هو اللي عمل غلاف الكتاب، هو المصمم للغلاف الكتاب. نعم، الكتاب كان العتبة الجمالية الأولى للمدخل إلى هذا، نعم، الكتاب. في ناس كتير حبت الكتاب من جماله، اللون، نعم، الأزرق، الصفاء والنقاء، فحتى الغلاف شرحوه. ولكن مثل ما حكيت لك، أجمل شيء سمعته أنه الكتاب يشبهني. نعم، جميل. طبعا الأستاذ محمد خضير شاعر وأيضا فنان تشكيلي ومبدع حقيقة، فأيضا نوجه له التحية عبر البرنامج. وأكثر من مرة استضفته أنا في برنامجي، وكان له أيضا مشاركات كثيرة، قصائد وكتب من خلال برنامج فضاءات. من النصوص للمجموعة القصصية القادمة عنوان تحت شجرة جلست، أو هكذا يعني بداية القصة، هي البداية هكذا تحت الشجرة جلست. قصة كانت حقيقة مكثفة جدا وانتهت نهاية مفتوحة. أنا طبعا لست ناقدا، ولكني أتذوق النص الجميل الممتع. سؤالي، هل تمرنت كثيرا على يعني على أعمال قصصية أو نتاجات قصصية، أم اعتمدت الذائقة الفطرية؟ بصراحة لا، يعني ما يعني أنا عندي أنا عندي مكتبة، نعم، فيها أكثر من 150 مجموعة قصصية، ولكني لم أقرأ كثيرا مجموعات قصصية. أكتب ما أشعر به، وأكتب ما يعني ممكن من صورة تخلق قصة، نعم، ممكن من كلمة تخلق قصة، ممكن بعد أن أخرج من هذا المكان أخلق قصة. وأنا خيالي خصب جدا، يعني ما كنت صغيرة، فكتير في ممكن تحلم حلم، نعم، تخلق قصة. فبعتمد على زي ما حكيت على الذائقة الفطرية، وعلى ما يخطر في بالي وإحساسي ويحرك قلبي. لا أكتب بناء على تأثري بأي شيء، ولكن كل ما أكتبه هو حركة داخلية أو إحساس داخلي، أو يعني ممكن نسمة، ممكن، نعم، أغنية، ممكن نظرة، ممكن هكذا هو الإبداع. نعم، هكذا الإبداع. نعم، يأتي الإبداع ومضى، يعني كان يعني لا أكتب إلا بإحساسي، وإن كان قصيدة وإن كان لوحة. نعم، صحيح، هو الإحساس الداخلي ينعكس على العمل الإبداعي، سواء كان كما قلت يعني قصة أو رواية أو قصيدة أو لوحة أو أي عمل، يعني حتى الشعر فني إبداعي. نعم، حتى الشعر أنت تتأثر بالقصيدة الصادقة، نعم، أكثر من القصيدة التي كتبت بمناسبة مصطنع أو كتبت، نعم، يعني الموضوع مش أنه أنا هلأ بدي أكتب قصة، كان أنا أصدرت، لو بهاي الطريقة كان أصدرت، نعم، عشرات المجموعات القصصية، ولكني لا أكتب إلا إذا تحرك قلبي، نعم، ووجداني في حدث معين، في نظرة معينة، في صورة معينة، في أي شيء، وفرغت هاي الأحاسيس على ورق. نعم، هو أصبح العمل مفتعلا، لم يكن إحساسا داخليا، ولا يصل إلى، صحيح، إلى نفوس أو نفس المتلقي أو قلب المتلقي. جميل. حضرتك أيضا شاركت في مؤتمرات كثيرة، ومنها مؤتمر المنهج النموي في تعزيز القيم الذي أقامته جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الأردنية الأردن، وحصلت على شهادة مشاركة. ما طبيعة تلك المشاركة؟ هذا المؤتمر تقريبا كان مدته 3 أيام بعام 2015، نعم، كان بين جمعية إحياء الحديث والتراث وجامعة العلوم التطبيقية، نعم، كانت طبيعة مشاركتي بالحضور، وبحضور كل 3 أيام، وعقدوا لنا جلسات حوارية، وعلى هامش المؤتمر شاركنا فيها، نعم، وتبادلنا الحوار وتبادلنا الأفكار، وبرضو عملوا لنا دورات تدريبية أيضا على هامش المؤتمر. في هاي الدورات كان هدفها كيف تعزز أو كيف تعزز القيم النبوية في المجتمع اللي حولك، سواء بمدرستك أو في أسرتك أو في المكان اللي أنت بتعمل فيه. طبعا المنهج النبوي، نعم، وأخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هي يعني قدوتنا، فأخلاقه هي أفضل ما نستطيع أن نعززه في قيم من حولنا يعني. فتدريب كان، نعم، طريقة تعزيز هذه القيم بالنماذج، بالصور، بالشرح،
فيعني استفدت كثير من هذا المؤتمر بصراحة. نعم جميل. استفادة ذاتية يعني أكثر من إنها. نعم ومؤكد الاستفادة الذاتية هي تنعكس على على صحيح. على النتاج على على العمل على الإبداع أكيد لا شك، وأيضا السلوكيات داخل بالزبط. داخل المجتمع. صحيح. يعني باعتبار أنك ربة أسرة وأيضا ناشطة ثقافية في المشهد الثقافي. جميل. هناك مبادرة أنت مديرة لهذه المبادرة، وهي مبادرة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي. حقيقة صحيح. أنا قرأت العنوان والعنوان لفت انتباهي وأثار إعجابي، أنه هل هو هروب من حرارة الصيف إلى إلى المطالعة والمكتبة؟ هذه المبادرات هذه المبادرة كانت أحد أنشطة منتدى البيت العربي الثقافي. نعم. أقمناها تحت مظلة المنتدى، ابتدأت من عام 2018 الموسم الأول. نعم. ثم 2019 ثم توقفت بسبب كورونا، وإن شاء الله هذا العام سنقيم الموسم الثالث. نعم. منها أو الدورة الثالثة منها. هذه المبادرة باختصار وقتها بالصيف. نعم. تعزز ثقافة الكتاب وارتباط الطفل بالكتاب. الفئة المستهدفة من صف رابع لصف ثامن تقريبا، وأقمناها بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى في مكتبات أمانة عمان. في الأماكن أو المناطق الأقل حظا. نعم. في 10 مكتبات. الموسم الثاني كانت متطورة أكثر، أنشأنا فريق عمل كان تقريبا عدد المتطوعين في هذه المبادرة 50 عضو. أنا بوجه لهم التحية كلهم، لا مجال لذكر أسمائهم. اشتغلنا بعشر مكتبات، كان مخرجاتها أنه أنشأنا مكتبة كانت برعاية أمنية ودائرة المكتبات الدورة الثانية. مخرجاتها أنه أنشأنا مكتبة أطفال في كرفان رزان. نعم. هذا كان إحدى مبادرات أمنية في منطقة البنيات، وكذلك أقمنا مسابقة القارئ الصغير. وفاز في مركز أول ثاني ثالث عن طريق لجنة وعن طريق قراءة كتب وتلخيصها من قبل الطلاب. يعني كان في شغل كتير حلو. وهذه النشاطات فقط في الصيف تقام؟ ما هي الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي. نعم. يعني عند الانقطاع عن الدراسة. التفتت لموضوع كتير مهم، فإنه الدورة هاي إن شاء الله سنقيم هاي المبادرة بالأندية الصيفية. نعم. بالمناطق اللي بدي أحكي مش الأقل حظا، المناطق الأخرى. نعم. لأنه المناطق الطلاب أو الناس يعني صار في العلاقة مع الآيباد والتليفونات بعدتهم عن الكتاب، فإحنا بدنا نحاول نرجع الطفل يبعد عن الآيباد ويبعد عن التليفون ويرجع يقرأ الكتاب. فراح تكون إن شاء الله يعني الخطة طموحة جدا، وراح نعمل برضو ورشة استباقية تدريب فريق العمل. طبعا الإنسان بتطور وبشوف انه بصير ينظر للموضوع من زوايا مختلفة، يعني غير الزاوية اللي شاف. نعم. منها المشروع طموح كتير، وفي فريق عمل معاي كتير رائع رح يساعدني في هاي المبادرة. الله يسعدك. بالتوفيق. فرح نعملها بمحافظات المملكة، يعني رح تصير على ثلاث مستويات، في المدارس الخاصة. أندية المدارس الخاصة ومكتبات أمانة عمان إن شاء الله. نعم. ومحافظات المملكة. بالتوفيق إن شاء الله. الوقت انتهى وسعدنا بهذا الحوار الممتع. شكرا لك الكاتبة والناشطة الأردنية ميرنا حتقوى. شكرا إلى شكرا لك. وأجدد شكري لقناة الرافدين ولجميع الفريق اللي معنا بالاستوديو، من يعمل من خلف الكاميرا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.